أهلا بكم معنا من جديد. يبدو أن شرارة المنافسة المحتدمة التي ستعرفها الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل بدأت تتطاير من مختلف الجهات، فبعد إعلان بايدن نيته الترشح لولاية ثانية تفاعل الأمريكيون مع الخبر، وبدأ منافسه الشرس دونالد ترامب سلسلة تصريحاته المثيرة كما العادة. أول الجهات التي تفاعلت مع إعلان بايدن هي الصحافة الأمريكية التي لم تخفي قلقها وتوجسها من هذه الخطوة. هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن بايدن أكبر سنا من أن يترشح لانتخابات العام المقبل، وأن انتخاب رجل ثمانيني هو عمل محفوف بالمخاطر. عامل آخر قد يعقد من مهمة بايدن خلال الانتخابات المقبلة وهو صحته الجسدية والعقلية، فإلى جانب الجلطة الدماغية التي أصابته مؤخرا يظهر الرئيس في بعض المقاطع المصورة وهو يقوم بتصرفات غريبة أو يتعثر فيسقط أرضا، ما أثار الشكوك حول سلامته العقلية. نقطة سوداء أخرى تلوث ورقة الرئيس الأمريكي تتعلق بالتطورات التي تعرفها قضية نجله هانتر، فالتحقيق في تهم الاحتيال الضريبي وتعاطي المخدرات التي تلاحقه ما زال مستمرا، ومن المتوقع أن يسفر عن جديد في الأيام المقبلة. وبعيدا عن الملفات الشخصية، فإن أداء الرئيس خلال فترة ولايته الأولى ينال تقييما متواضعا بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي، فنسب التضخم المرتفعة جعلت المعيشة بالولايات المتحدة أكثر غلاء وتكلفة. أما دونالد ترامب الذي خسر الرئاسية السابقة فتوعد بأن يسحق بايدن هذه المرة عبر صندوق الاقتراع، وقال إن الولايات المتحدة ستنزلق نحو الفوضى في حال عدم وصوله إلى البيت الأبيض. ورغم الثقة التي تحدث بها ترامب، إلا أن كبار الجمهوريين حذروا من أنه سيمنى بالخسارة للمرة الثانية، وذلك بسبب الأداء السيء للجمهوريين في انتخابات عام 2020 ودورتي انتخابات منتصف الولاية الأخيرتين. ولنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن مباشرة من واشنطن بالدكتور ناصر فياض، أستاذ القانون والخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا في المشهد ليلى. والسؤال ما زال يطرح إلى الآن، يعني منذ أن أعلن بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني هل هذا يعود إلى غياب الزعامات في الحزب الديمقراطي يعني أم ماذا؟ نعم، يعني بالرغم من أن قد يكون الكثيرون قد تفاجأوا بإعلان الرئيس بايدن عن ترشحه لولاية أخرى، إلا أن العارفون في واشنطن لم يتفاجأوا. والسبب الأهم هو الذي ذكرته، أنه مع الأسف لا يوجد اليوم في المشهد الديمقراطي أحد يستطيع أن يقف ضد الرئيس السابق ترامب أو أي أحد من الذين يمكن أن يترشحوا، الأقوياء الذين يمكن أن يترشحوا كديسانتس مثلا، لأنهم مع الأسف يعني مثلا من المعتاد أن يكون نائب الرئيس هو الذي يخلف الرئيس. لم يعطوا كاميلا هاريس أي دور كما أعطي نائب الرئيس ترامب بنس في فترة الأربع سنوات الماضية. لذلك يعني هل هي خيبة أمل من أدائها؟ أنا لا أعرف بالضبط إذا هي خيبة أمل بإدائها. عادة الرئيس هو الذي يحدد مهام نائبة الرئيس. أنا أعتقد أنها كانت خطأ من الرئيس أن يعطي دور صغير أو هامشي لنائبة الرئيس، ولكن هذا موضوع يحدده الرئيس. نائب الرئيس لا يستطيع أن يتخطى الرئيس، هو ينفذ ما يعطيه الرئيس له من مهمات. أعتقد أنه كان خطأ استراتيجي، لأن كاميلا هاريس كانت تستطيع أن تأخذ دور أكبر وتكون يعني خلف للرئيس بايدن. ولكن اليوم يعني نسبة للاستطلاعات في الرأي، من ناحية عندما يسأل الجمهور الديمقراطي والأمريكي عامة هل أنت راض عن الرئيس بايدن أو حكمه، فيعني يأخذ اليوم 34% تقريبا في آخر استطلاعات. ولكن عندما يسأل الديمقراطيون من يستطيع أن يقف بوجه الرئيس السابق ترامب أو أي واحد آخر، ترتفع أسهم الرئيس بايدن بشكل كبير جدا، مما يثبت أنهم يعني هو ليس ترشيحا للأمثل وإنما ترشيحا استراتيجيا في مواجهة ترامب، يمكن أن نقول. نعم، لأن يعني الحقيقة أنه
إذا كان الرئيس السابق ترامب هو الذي سيمثل الجمهوريين في الانتخابات، يعني أكثر الاستطلاعات تقول أن الرئيس بايدن هو الوحيد الذي يستطيع أن يربح عليه، ومن المرجح أن يربح عليه، ولكن لدينا وقت طويل كي نصل إلى هذه النقطة. ولكن ترامب في حد ذاته يعني بدأ سعيدا منذ إعلان بايدن ترشحه، وتكلم بكل ثقة وقال كما ذكرنا يعني حرفيا بأنه سيسحق بايدن في الانتخابات القادمة. هل تعتقد أن حظوظ ترامب يمكن أن تكون يعني مرتفعة وتقوده إلى الفوز على بايدن؟ يعني دعنا نقول الآن أن حظوظ ترامب هي الأكثر ارتفاعا ضمن الحزب الجمهوري، وإذا كان إذا استمر التفوق عند الرئيس السابق ترامب من ضمن الحزب الجمهوري وأخذ يعني هو التيكت للانتخابات، أعتقد أن الرئيس بايدن له حظوظ أكثر. يعني نعم هناك مشاكل عند الرئيس بايدن كبيرة، كل التي ذكرتها من ابنه هانتر للاقتصاد المتعثر لكبر سنه، وهذه أمور يتم التداول بها يوميا، ولكن المشكلة هي عند الرئيس ترامب. الرئيس ترامب خسر بسبب تطرفه وبسبب الشعارات المتطرفة التي لا تناسب الأمريكيين عامة، وهو مستمر فيها، وقد نصحه الكثيرون في الحزب الجمهوري من تعديل هذا الموضوع ليكون لديه حظ أكبر في الربح، ولكن الرئيس ترامب ما زال حتى الآن، أقول حتى الآن، يعني الكثيرون في الحزب الجمهوري يتمنون أن يتغير هذا الموضوع، أنه ما زال يعتمد على قاعدته، على قاعدته الصلبة، ولكن هي ليست قاعدة كبيرة جدا أمريكيا، قد تكون الأكبر عند الجمهوريين ولكنها ليست الأكبر أمريكيا، وهي تميل إلى التطرف أكثر، وهذه خطرة. أنا أعتقد أن إذا تابع الرئيس ترامب بهذا النهج فحظوظه ستكون كما كانت حظوظ المرة السابقة، وسيضطر الأمريكيون أن يختاروا بين التطرف وبين الرئيس الكبير في السن، وقد يكون هناك تعثر اقتصادي ويعني وما شابه. ولكن يعني على ما يبدو وحسب ما نلاحظ يعني الصحة الجسدية والعقلية لبايدن تبدو في تراجع، يعني هل تعتقد أنه بإمكانه أن يصل حتى لنصف الولاية الرئاسية القادمة؟ وهل تعتقد أن الديمقراطيين سيضعون هذا في حساباتهم وسيعينون ربما نائبا للرئيس، أو سيضعون يعني في حساباتهم اسما من بين الأسماء الذي يمكن أن يكون جاهزا لخلافة بايدن فيما بعد؟ نعم، يعني هذا الموضوع أعتقد أنه سابق لأوانه الآن، ولكن هناك سوابق أن يتغير نائب الرئيس، ويكون هناك نائب رئيس أو نائبة رئيس أخرى غير كاميلا هاريسون أنا لا أعرف الآن، ولكن حتى الآن لا يوجد أي يعني ملف رسمي يمنع الرئيس بايدن من الترشح مرة أخرى للانتخابات، ولكن هذا طبعا في الحسبان، وأعتقد أن يعني حتى الآن كاميلا هاريس هي المرشح لنيابته، إلا إذا حصل شيء آخر وتم اختيار شخصية أخرى لتكون بعد الرئيس بايدن، إن كان خلال فترته الانتخابية إذا حصل له شيء، أو بعد فترته الانتخابية الأربع سنين القادمة. واضح، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في نقاش من واشنطن، دكتور ناصر فياض، أستاذ القانون والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا.